وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الدكتور أحمد الشهري. عميد شهري، من خلال هذا التقرير الذي سمعنا إليه مؤخرا الآن ويحمل يعني المكالمة المسربة والتي تكشف عن تحفظات الدوحة على المشاركة ضمن قوات درع الجزيرة في البحرين من عام 2011، وأن الوجود القطري اقتصر على وجود 2 من الضباط المراقبين فقط، باعتقادك العسكري لا يدل ذلك على تنصل قطر من مهامها في درع الجزيرة وربما من خلال مشاركتها الرمزية إن صح التعبير في الدرع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أمسي عليك بالخير وعلى المشاهدين الكرام، كما أنقل لكم أيضا حر التعازي في ضحايا التفجير الآثم الذي حدث في مملكة البحرين العزيزة على قلوبنا، والذي لم يراعي حرمة الشهر الكريم، ولم يراعي ليالي رمضان، ولم يراعي حرمة دم المسلم، ولكن هذه لازالت من بقايا المؤامرات التي قد طبخت وحيكت في ما مضى. نعم. بالنسبة لسؤالك أخي الكريم، فبعد سماع هذا التسريبات على موضوع مشاركة قطر في درع الجزيرة، الحقيقة أن الإنسان بعد سماع هذا الكلام لا يريد أن يقول شيئا بعد هذا الكلام، لأن الموضوع يتحدث عن نفسه. الموضوع طبعا تعرف كما يسمع المشاهدين، عندما حدثت الأحداث في مملكة البحرين، وكان نظام دول مجلس التعاون يلزم الدول المشاركة بالمشاركة سواء بقوات برية وبآليات وبمعدات وبضباط وأفراد. طبعا حصل هذا الشيء وشاركت المملكة العربية السعودية وشاركت دول الخليج، لكن كانت المفاجأة أنه دولة قطر لم تشارك إلا بضابطين فقط وأسمتهم ضباط ارتباط، ويعني قد يكون اسمهم الحقيقي ضباط مخابرات أو نقل معلومات، وهذا يؤكد ويؤصل ما تفضلت به، وأن هناك تنصل من هذه المهمة، مثلما وهذا ما حدث أيضا في شاهدنا في مشكلة اليمن. اليمن يعني كان هناك نوع من الانكفاء القطري من المشاركات الميدانية ومن الدعم الميداني لقوات التحالف الشرعية، وهذا مع هذا يسند القاعدة القوية التي تقول أن قطر كان وجودها سواء في قوات التحالف أو حتى في مجلس التعاون الخليجي أو حتى في درع الجزيرة هو نوع من التقية التي استمدتها من المخرج الحقيقي أو الداعم الأصلي أو المخطط الحقيقي وهو إيران، وهو الذي يعطي التعليمات بأن تبقى في هذه الكيانات سواء في المجلس أو في قوات درع الجزيرة أو في قوات التحالف، وهو كانت تعطي نوع من الغطاء الظاهري، بينما في الواقع هو نقل معلومات وأيضا عملية تحديث تحقيق أو تحديد إحداثيات للقوات المعادية، وقد شاهدنا هذا على الطبيعة في اليمن. أما في قوة درع الجزيرة فقد اتضح هذا من تلك المشاركة الباهتة الرمادية التي لم تتعدى شخصين، لم يكن لهم أي دور، وبالتالي اتضح هذا الموضوع أنه أصبح واضح ولم يعد ما يحتاج إلى دليل. طيب. على الدور القطري الغامض الذي يصب في مصلحة المخطط الإيراني الذي حاول أن يجعل من قطر مطية لتحقيق أهداف كبيرة في سواء في زعزعة الأمن في البحرين أو زعزعة الأمن في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات الآن أو في دول شهري وبعد المقاطعة التي حدثت الآن من 3 دول، هي البحرين والمملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات العربية لدولة قطر، هل قطر بدأت يعني بإيجاد البديل لتحالفات أخرى كالجانب الإيراني، ربما توجهت أيضا إلى الجانب التركي وانتظار طلائع من هذه القوات التركية وصولها إلى الدوحة واستبدالها بدرع الجزيرة أو انفصالها من الناحية الاقتصادية وحتى العسكرية عن دول مجلس التعاون؟
أنا ذكرت أكثر من مرة أن إذا ارتكبت الشقيقة قطر يعني الغلطة القاتلة أو اعتبرها الشعرة التي ستقصم ظهر البعير أنها ستلجأ إلى الحضن الإيراني أو الحضن التركي، ولن تجد هناك إلا ما وجدت العراق وما وجدت سوريا عندما اتجهت إلى إيران، فكانت النتيجة أن عاد العراق إلى 7000 سنة سابقة، وعادت سوريا إلى أيضا ما قبل التاريخ، وقد رأينا الدمار والهلاك الذي حل بهاتين الدولتين العزيزتين التي هي جزء يتجزأ من العالم العربي. ولكن هذه سياسة الدولة الفارسية لا يمكن أنها تحل في أرض أو تتعاون مع أي دولة أو تسمح لأي دولة أن يكون بينها وبينها ارتباط إلا أن تنفذ أجندتها المعروفة، وهي التي تستمدها من ولاية الفقيه، والتي تسعى إلى تدمير البلد وتحويله إلى حلبة من الصراع. ولذلك أنا سبق وقلت إن وطئت قدم قاسم سليماني أو أحد من قادة الجيش أو الحرس الثوري أرض قطر، فإن على الشعب القطري أن يستعد لمرحلة قادمة من المتاريس ومن التفجيرات ومن التصفيات الجسدية ومن الحروب التي ستعيد قطر إلى ما قبل التاريخ. نعم. أما الجانب التركي فمعروف أن تركيا وإن كانت تدعي الدولة الحديثة إلا أن الأحلام العثمانية والأحلام القديمة التي تدغدغ مشاعر الشعب التركي بها تارة، وأحيانا مشاعر القيادات التركية تارة أخرى، وهي أنها كانت هي التي يعني تحكم هذه البلاد، فإن تركيا لن تأتي إلا لهدف تجاري بحت، وهو الحصول على البترول والحصول على الغاز، وأيضا نوعا من مناكفة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى. وبالتالي سيكون الشعب القطري وتكون الأرض القطري ستكون إلى الحلبة القادمة للصراعات، إضافة إلى الدول التي أصبحت الآن جزء من الصراعات مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا. وبالتالي تكون قطر قد أسدلت ستار على تاريخ يعني منذ استقلالها، وتدخل في مرحلة جديدة من التدويل، ومرحلة من أن تكون مطية للعدو الفارسي الذي يتربص ويتمنى أن يجد له موطئا. وأنا سبق وقلت أن إيران إما أن وضعت هدف لها دولة معينة أن تنهيها، أو أن تجعل منها مطية مؤقتة لتحقيق أهداف أخرى، وبالتالي تعود إلى هذه الدولة لتسحقها وتنهيها من الوجود. نعم. إذن من الرياض الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد دكتور أحمد الشهري، شكرا جزيلا لك.